مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. أعلنت المديرية الجهوية للصحة بالعيون يومه الثلاثاء عن شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا الموجودين بالحجر الصحي في المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بالمهدي. وحسب بلاغ للجهوية فإن الأمر يتعلق بشفاء 4 مصابين، حيث تم شفاء الحالة الأولى يوم 10 أبريل الجاري، وشفاء الحالة الثانية يوم 12 من نفس الشهر. واليوم ستغادر الحالتان المتبقيتان في الحجر الصحي بعد أن جاءت نتائج تحاليل كل منهما سلبية، حيث تقرر خروجهما اليوم من مصلحة الحجر الصحي، حيث سيتم نقلهما بواسطة إسعاف إلى إقليم بوجدور. ووجهت المديرية شكرها للأطر الصحية بالجهة على ما بذلوه من جهد وتحل بالمسؤولية ونكران للذات، خاصة الأطقم الصحية التي كانت تشرف على تتبع ومراقبة حالة المصابين في الحجر الصحي، كما قدمت شكرها للمجهودات التي يقدمها الطب العسكري في تعاون وتنسيق تام مع الطب المدني خدمة لساكنة هذه الجهة، والتي لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بها منذ 3 أبريل الجاري. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.